الحمد لله على السلامة ووصولك القاعدة الفضائية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طويل العمر، الله يسلمك ويطول عمرك. الحمد لله وصلنا لمحطة فضاء الدولية ونحن بأحسن حال. شو الأبحاث اللي تسويها الحين هناك؟ جدول مزدحم حاليا، في طاقم راح يغادر المحطة بعد 3 أيام، وطاقمنا راح يستلم المهام هذه كاملة، وعلى مدار 6 أشهر في هناك أبحاث علمية. تقريبا عندنا عدد لا بأس به من التجارب العلمية اللي بتشارك فيها دولة الإمارات العربية المتحدة. سلطان، هل تأقلمت الحين على المحطة الفضائية؟ طويل العمر، أنا ربما كنت مازح الجميع أقول لهم عندنا سهيل ربما أحسن مني في انعدام الجاذبية في الحركة. أنا لازلت أتعلم، ولكن إن شاء الله أن الحركة تكون أفضل في الأيام القادمة. مبروك.